اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعي ومشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. معاكم هايدي في لايف جديد وطبعا مميز جدا زي ما احنا معودينكم ان احنا بنطلع لكم كل شيء حلو موجود هنا في محافظة الشرقية، كل الحاجات المميزة، كل الابداعات، كل الابتكارات، كل الحاجات الجميلة اللي موجودة هنا. زي ما حضرتكم شايفين كده احنا موجودين هنا في مشتل موجود في محافظة الشرقية. المشتل دوت بيقدم جميع انواع الزهور، بيقدم جميع انواع الفواكه، سواء الفواكه اللي موجودة هنا في مصر او الفواكه النادرة اللي هي الفواكه الاستوائية اللي قليل جدا بتكون موجودة. زي ما حضرتكم شايفين كده احنا موجودين في بداية المشتل، مشتل كبير قوي، في حاجات حلوة قوي. طبعا هيكون معانا الشيخ مصطفى صاحب المشتل، هيعرفنا على كل الانواع اللي موجودة هنا في المشتل، سواء فواكه استوائية او زهور موجودة هنا. تعالى يا شيخ مصطفى وهنعرف بقى بالتفصيل حكاية وجمال المشتل اللي انا فيه ده، يعني حاجة روعة. اخبار حضرتك ايه؟ الله يبارك فيك. عايزك تقول لي كده ايه الجمال والحلاوة اللي احنا موجودين فيها دي؟ ربنا يستحال، ربنا يخليك. دي حاجة كده يعني من بعض معاندنا، يعني ان شاء الله الحمد لله عندنا حاجات افضل من كده واكتر من كده. يعني دي مجموعة هنا من الزهور اللي هي الجارونيا، وحدنا تعالى بقى وريني كده كل البلدي. زهرة اسمها ايه، ودي بتسقي كام مرة، ودي فواكه استوائية او حاجات نادرة موجودة ولا لا؟ نبدأ بقى بالفواكه الاستوائية لان احنا هنا جنبها، يعني عندي الفواكه الاستوائية، عندي مجموعة كبيرة منها. هي كتير، انا عندي منها مجموعة كبيرة. يعني زي ايه بقى؟ عندي اول حاجة الجوافة الفرنساوي زي دي كده، دي اسمها دي جوافه فرنساوي. دي اللي هي الجوافه بس الصغيره الحمراء. الحمراء دي تمام. وعندي التفاح الوردي اللي هو دوت، ده اسمه تفاح وردي. تمام. ده من الفواكه النادره برضه. وعندي الكرز الحمضي اللي هو دوت، ده كرز حمضي. ده كرز حمضي. تمام. عندي الليمون دوت، ده اسمه ليمون اخطبوطي. طب الليمونه بتاعته شكل الاخطبوط كده، لها 4 صوابع 5 صوابع كده. والليمون اللي هو بورقه مبركشه دهوت، ده اسمه ليمون وردي، بيبقى قلب الليمونه من جوه لونه احمر وردي. ايه الفرق ما بين الليمون الوردي ده والليمون الكافيار؟ هو هي انواع، هو كله ليمون في الاخر بس انواع مختلفه يعني. تمام. وعندي الليمون الكافيار، الليمون الكافيار ده بيبقى عباره عن ان هو طويل كده وفي حبل من جوه، يعني شبه قرن الفلفل. او شبه البتنجان. تمام. عندي القرفه، دي قرفة اهيت. وعندي الكيوي اهوت، الكيوي. نبات الكيوي ده من النوادر يعني. تمام. ده فستق على فكرة، يعني فستق بس لسه صغير. ده قرنفل، ده القرنفل اللي هو المسمار. قرنفل اللي هو بتحط على الشاي والكلام ده. تمام. شم كده بعد اذنك دي. هو ده القرنفل المسمار، حاجات نادرة برضه. حلوة قوي. عندي ده، دي اسمها الليتشي. الليتشي دي بقى الفاكهه بتاعتها بتكون عامله كده، يعني قد اللي يعتبر الاستفندية كده او اصغر، وبتبقى عامله زي السفنجه كده. تمام. لونها بني شويه. وده اللونجان. اسمه لونجان. تمام. دي اسمها بلح الصحراء. بلح هي شجره بتطرح حاجه قد علبه الصباع كده، مدوره، اسمها بلح الصحراء. ده الجاك فروت. طبعا نبات الجاك فروت دي يعتبر دوبه ثمرته كبيره كده، شجره عملاقه. الجاك فروت بقى الثمره بتاعته بتطلع بعد قد ايه؟ لا هو المفروض 7 سنين. 7 سنين. يعني على ما يطرح. تمام. عندي البن بيطرح المفروض على 3 سنين او 4 سنين. ده البن يعني. البن. طيب برضه انا في حاجه لفتت انتباهي ورا، عايز ارجع لها. عندي هنا ده اللوري. لوري؟ ده ورق اللوري. وده لوز. لوز بحريني. ده ليتشي. تمام. ده ليتشي. دي الفواكه الاستوائيه. دي تمر هند. تمام. نيجي بقى في وعندي خروب. خروب؟ ده الخروب. ودي اسمها سبوته. السبوت. ده حاجات يعني استوائيه نادره يا طبعا. انا فيها ده عين الجمال. ده ايه ده؟ ده اسمه كرومب زينه. كرومب زينه؟ شكله هو شكله كده.
يعني هو زينة ما هو شاب اللي هو بيعمل شبه الزهرة كده، اسمه كرنب زينة للزهرة. كل دوت كرنب زينة. كل ده كده كرنب زينة، في منه الأحمر والأبيض. ده ورد بلدي اهوت، ده الهادي. ورينا بقى الورد البلدي، ريحة جميلة جدا. حكاية بقى الورد البلدي ده. عايز اشمها بس مش عارف اشمها دلوقتي. ده الصبار صح؟ ده صبار. انا عندي انواع من الصبارات نادرة وكويسة خالص يعني. حلو قوي. عندي هنا ايه بقى الجهنمية دي؟ الجهنمية دي ايه؟ مزهر يعني. هي الجهنمية الوان كتير وانواع كتير. دي اسمها جلابرة. جلابرة. جلابرة دي من النوع اللي هو من الجهنمية يعني. في حد اسمه استاذ محمود بيقول لك عندك برقوق بلدي احمر. عندي. سعره كام؟ والله بيبدا، اعتبر كل حاجه بتبدا من اول 20 جنيه وانت طالع على حالك زي ما انت عايز. طب دي ايه دي بقى؟ دي صباره. دي زينه برضه. ده كله من دي كلها زينه في الصبار يعني. دي الصبارات ده عالم تاني. الصبار ده موجود منه هنا في مصر 12000 نوع. هو 25000. 25000. 25000 نوع الصبار. في مصر هنا 12000 بس. ايه بقى الثرو الايطالي ده؟ الثرو الايطالي ده نوع جديد من الثرو. في طبعا الثرو البلدي وفي الثرو الليموني. ايه الفرق ما بينه وما بين بعض؟ لا ده اللي هو الثرو الليموني لونه ليموني شويه وريحه الليمون. وبليه ريحه الليمون بيبقى بيتقص ان انا اعمل منه شكل هرمي او غيره او كده. اما الايطالي ميزته انه عمودي. هو اسمه ثرو عمودي. ثرو عمودي 10. انا شفت ان في حاجه اسمها اقراص الملك. عايزين نشوف اقراص الملك دي وليه سموها باقراص الملك. اقراص الملك دي هي تسمت بالاقراص لان زهرتها شبه الجرس. تمام. ليها ريحه ممكن تشميها كده، ريحه جميله جدا. وبالليل بقى الريحه دي بتتحول. يعني هي اصلا زهره كشكل كزينه وريحه. هي زينه وريحه وبالليل بيبقى ليها ليها ريحه فواحه. تمام. عشان هي اتسمت بقى اقراص الملك لان ليها ريحه كويسه فسموها كده. ريحتها حلوه فعلا. ما شاء الله هي بتعمل. شفت شبه الزهره؟ شبه الجرس. جميله جميله جدا وريحه حلوه بقى بالليل. هنا تلاقي الريحه هنا في المشرق. ايه بقى دي اسمها توية؟ توية. ايه بقى توية؟ توية دي تعتبر من فصيلة الحاجات اللي هي الثرو والثرو الايطالي. هي نفس الفصيلة ونفس الاستخدام. عايزك بقى تقول لي انت بقالك كام سنة موجود هنا؟ تعالى بقى تمشي في المشتل كده عشان الناس تشوف. بقالك كام سنة شغال في وضع الفواكه الاستوائية والزهور؟ والله انا الفواكه الاستوائية بقالي في حدود 5 سنين شغال في الفواكه الاستوائية. اما بالنسبة للمشتل عموما انا متربي في المشتل. حلو قوي الصبار ده. ده اسمها مرجان. مرجان البحر او كرشة. ليها كذا اسم يعني. كرشة او مرجان بتبقى البحر. في البحر يعني. شفت الشعب المرجانية اللي بتبقى في قاع البحر؟ هي اتسمت على الشكل ده. ده نوع بقى جامدة. نوع من الشام عيدان. ده من فصيلة صبار الشام عيدان. فعشان كده يعني فيها شغل. طب يعني. دي طبعا الزهور دي بتسقيها والحاجات دي. ايوه طبعا. لازم موالي الزرع هنا وعلى طول شغال ما بطلش. ورينا بقى الحاجات اللي جوه بقى. تعال نشوف. عندك يوسفي وبرتقال. برتقال. وعندي نخل برحي ونخل. فين بقى الحاجات دي كلها؟ ده جوه ولا ايه؟ لا ده اليوسفي اهو. ده اليوسفي. ده اليوسفي اللي هو هنا. وده برتقال بسره. تمام. ده اللي هنا دي نخل حياني فرنساوي. خد بالك عندي ليمون بلدي برضو كويس خالص. ليمون دي يعتبر عينات. انا ليا مشتل تاني في زرع في الارض. وزرع مترتب حاجات كويسه. عايزك تقول لي بقى مين اللي صمم المشتل الجامد ده؟ والله المشتل ده شغل يعني ومجهود. انا حاسه انها داخله الجنه. ورد من هنا ورد من هنا. حضرتك انا لسه هنا في المكان ده. انا لسه واخده بقالي فيه بتاع 7-8 شهور. ما كترتش يعني. من شهر 4 اللي فات انا في المكان اللي هنا. بس انت بقى اكيد مدمن بقى زرع وزرع. والله انا حولت المشتل من هو كشغل لهوايه. فعشان كده بفضل الله يعني ايه ده بقى؟ يعني ده عنب. عنب؟ ده عنب بناتي وعنب كريمسون جميع انواع العنب فيه يعني. بس الشجر بتاعه حاسس ان هو يعني هو شيء مختلف خالص. على الشتاء. لا مش بايظ. هو لا شكله مختلف. انا ما قلتش بقى. هو شكله مختلف خالص عن اللي احنا بنشوفه. لا 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 ده عنب بقى. ده كان حاجات مترتبه في الارض في مزارع. تمام. خد بالك.
فالمزارع دي بتصفي او بتنجل تخش بقى على الورد البلدي هنا. اه ده جمال بقى، دي الحاجات الحلوه. ده بقى بصراحه اللي انا يعني واخد وضعي فيه، الورد البلدي بالذات. المستخبي كله في الورد البلدي عندي. لا يعني شكل وريحه ما شاء كل الله. كل حاجه. لا جامد. قول لي بقى هنا الورد البلدي انت بتهتمي بيه ازاي؟ عندي جميع الالوان وجميع الورد البلدي بالتحديد، عندي منه جميع الالوان وجميع الاحجام بالتحديد. يعني دون عن اي نبات تاني، لان انا بعشقه، هو الصبار لحد ما. يعني بتهتم بالمكان ازاي؟ يعني كل قد ايه بتبدا انك تسقي؟ يعني عايز اقول لكم هنا المكان جامد، ورد بلدي بقى وحاجه. دي حلوه قوي. دي بقى الورد البلدي بيبقى ليه اسماء معينه ولا عادي؟ هو لا، في ده البلاك. ده البلاك. اشمعنى بقى سموه بلاك؟ بلاك منه اسود يعني، هو محمر بس جاي على الاسم. ايوه تمام. وده ايه ده بقى؟ ده الورد الفرنساوي. حلو قوي. او المبركش. يبقى الورده يعني لونها بينك في ابيض. ايوه. بينك في ابيض او احمر فضل. عندي حاجه ثانيه بقى اسمها ورد الشاي، نوع جديد. ورد الشاي؟ ده لسه مش نزل، مش موجود يعني. ورد الشاي بيبقى الزهره لونها اصفر في احمر. تمام. والريحه ريحه الشاي. ما شاء الله. عشان كده سموها بورد الشاي. لا حاجه بجد جميله. تخش في عندنا حاجات جميله جدا. ده نبات شفليره. شفليره؟ في المداخل او في الاماكن. عندي عيد الميلاد اهو، كريسماس. ان شاء الله حاجه كويسه خالص. ودي عمه القاضي؟ دي عمه القاضي. اشمعنى بقى مسمينها عمه القاضي؟ عشان شكلها نفس العمه. عندي جوافه الماليزي اللي هي قلب احمر. ده جوافه ماليزي. قلب احمر، القلب بتاع الجوافه لونه احمر. قول لي بقى الشتلات عندك بتبتدي اسعارها بكام؟ من اول 10 جنيه و5 جنيه. ما شاء الله، يعني اسعارك كمان. لا ما شاء الله بقى. على حسب حجم الزهره او كده؟ على حسب ان الشغل النبات مطلوب او النبات ظروفه ايه او جوه ايه او مناخه ايه، كل حاجه يعني. كل الاسعار موجوده. يعني لو معاك، يعني حضرتك لو المشاهد معاه 100 جنيه يقدر يبضع زرع، ولو معاه 10,000 جنيه يقدر يبضع زرع. يا استاذ محمود، الشيخ مصطفى بيقول لك ان عنده الشتلات بتبتدي من 5 جنيه وانت طالع بقى على حسب حجم الزهره اللي انت بتشتريها او الطلب اللي حضرتك بتطلبه. انا يعني بقول لك لو انت معاك 200 جنيه ممكن تشيل بضاعه. تمام. صح كده؟ تمام. ولو معاه 1000 يشيل يعني. لو معاك 2000 شيل بقى، انت ورزقك. زي ما حضرتكم كنتم متابعين معانا متابعي منصه كبير ميديا، احنا النهارده كنا موجودين في اجمل مشتل انا دخلت في حياتي، كله زهور وورد وحاجات جميله، وطبعا اسعار في متناول الايد. الشتله بتبتدي من 5 جنيه. في هنا شتلات استوائيه وزهور نادره وفواكه استوائيه طبعا نادره مش موجوده غير يعني قليل جدا. العنوان موجودين هنا في قريه خلادنا مدينه فاقوس محافظه الشرقيه. اللي محتاج اي حاجه بقى ينزل هنا المشتل ويبتدي ان هو ياخد بقى الشتلات اللي هو عايزها. شكرا جدا ليكم متابعينا الكرام، وان شاء الله تنتظرونا في فيديوهات تانيه كتير. مع السلامه.